بالنسبة للزراعة في في التوقيت اللي احنا بنشتغل فيه وبنستعد للموسم الشتوي وزير الزراعة توفير احتياجات مزارع مطروح من تقاوي الشعير بنصف الثمن. وده القرار اللي اتخذه الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن يعني توفير احتياجات مزارعي محافظة مطروح من تقاوي الشعير هتكون مدعومة بنصف الثمن فقط. وده استكمالا لقراره الخاص بتوفير تآوي القمح والشعير المدعمه لابناء محافظتي شمال وجنوب سيناء. الوزاره في بيانها ذكرت ان ده بياتي في استجابه سريعه وعاجله لمطالب اهالي وابناء المحافظه بتخفيض اسعار تآوي محصول الشعير لرفع العبء عن كاهلهم وتشجيع عمليات التوسع في زراعه المحصول في المحافظه مما يسهم او يساهم في تحقيق التنميه الزراعيه بها. الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعه واستصلاح الاراضي اكد ايضا ان ده بياتي في خدمه او على تقديم كل اشكال الدعم لمزارعي المحافظه والتيسير ايضا عليهم ورفع, ورفع العبء عن كاهلهم ده هيساهم فعلا في تحقيق تنميه حقيقيه ومستدامه في هذه المنطقه وان عمليات ده بيتماشى في نفس الوقت مع توجيهات الحكومه وتعليمات القياده السياسيه في هذا الشان واشار الدكتور البنا الى ان هناك ايضا عدد من المشروعات والبرامج اللي بيتم تنفيذها في مجال التنمية الزراعية المستدامه بالساحل الشمالي الغربي بمحافظه مطروح وده من اجل رفع مستوى معيشه ابناء المحافظه وتحقيق التنميه الزراعيه المستدامه بها وايضا اعاده تاهيل الموارد الطبيعيه المتدهوره بالمحافظه وتطبيق التقنيات الحديثه الملائمه لظروف هذه المنطقه لحصاد المياه ومضاعفه الانتاج الزراعي